السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. إن شاء الله النهاردة هخلي صدور الفراخ وعملها بانيه. أول حاجة رحت عند الفرارجي واشتريت جوز فراخ زي ما انتوا شايفين كده، بس طبعا أنا بخليه بيذبحهم وباجي بنضفهم عندي في البيت من الريش، وعامله لكم قبل كده فيديو ازاي تنضفي الفراخ من الريش، وعامله فيديو ازاي تقضي على زفاره الفراخ وتخليها ريحتها جميله وريحتها نظيفه جدا. النهارده بقى قلت اخلي معاكم صدور الفراخ، وقلت كده اعمله فيديو حافز لاي واحده بدل ما تروح تشتري البانيه من بره، لا هاتي انت الفراخ في قلب البيت واعمليها صدور، واعملي خدي يعني خدي الصدور اخليها واعملي منها بانيه. اول حاجة يكون معاكي سكينة حامية جدا زي ما انت شايفة كده، وادخل السكينة من عند العظمة وانزل كده بالسكينة، وافضل اخلي فيها بطرف السكينة بحيث ان اطلع اللحم من العظم زي ما انتوا شايفين كده. الحكاية مش محتاجة احترافية من اي ست بيت، بس اهم حاجة نبعد عن الكسل شوية ونتنشط كده كلنا مع بعض. هتوفري كتير لو انت جبت الفراخ عندك وعملتي منها البنيه، خدت الوراك مثلا وخليتيه وعملتها حمام كداب، عملت الوراك في صينيه بطاطس، هتستفيدي من الكبد والقوانص والجناحه وكل حاجه في الفرخه انت هتستفيدي بيه، هتوفري بمعنى اصح. خلاص كده بقى بنزل ايه، خلصت من الجنب ده والجنب ده، انزل بقى في النص كده اخبط خبطتين وانزل لنهايه العظمه، وابدأ افصل برضو بطرف السكينة بحيث ان القفص الصدري لما يطلع معايا عفوا ما يكونش فيه لحوم خالص، او لو فيه بيبقى حاجات بسيطة جدا، حاولي انك ما تهدريش فيه. في بقى من فوق كده في عظمة كده تبقى على شكل يو، بشيلها برضو من عند الصدر كده من فوق خلاص. شلتها اهو، هبدأ بقى اقطع وافصل الصدرين عن بعض، واخد بقى منهم كل صدر لوحده، وابدأ ان انا اقطعه واعمله بانيه. بوريكم ان القفص الصدري فاضي وخليته كويس. في حتة هنا بقى كده اسمها الموزة، دي بتبقى حتة كده منفصلة كده بتطلع بسهولة، انا بشيلها طبعا مش برميها ولا بستغنى عنها ولا حاجة، بس بركنها لوحدها عشان هعمل بيها حاجات تانية. خلاص هبدأ اضغط بقى كده بكف ايدي، هلاقي الطبق بيتزحلق معايا، هبدأ ان انا اجيب القطاعة بتاعتي واقطع عليها. اضغطي بكف ايديكي ودخلي السكينة من الاول لغاية النهاية، وطبعا بتقطعي بالسمك اللي انت حباه، حبة سمكها تبقى تخين، سمكها يبقى رفيع، زي ما انت حابة خالص. خلاص وكرر نفس الموضوع تاني. طبعا لما تكوني عايزة بقى تعملي صدور وتخلقها وتعمليها بانيه، ما تجيبيش الفراخ الصغيرة، لأما تجيبيها وسط لأما تجيبيها كبيرة. شايفين ده الحجم ده اللي انا بحبه، ولا تبقى تخينة ولا تبقى رفيعة، ولو في حتة طلعت مني رفيعة هستغلها في حاجات تانية، هي والحتت اللي القطع بتاعت الموزة دي. طبعا بتاخدي القطع بتاعت اللي هي بقى كبيرة كده بتعمليها بانيه، بتتبليها وتعمليها بانيه، والقطع الصغيرة دي هتستغليها في حاجات تانية، ممكن تعمليها في مكرونة نجرسكو، ممكن تقطعيها وتعمليها شاورما، ممكن تستفيدي منها بحاجات تانية كتير يعني. ممكن برضو تعمليها في الكريب، شاورما بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فتت الشاورما هتستغليها في حاجات تانية. وزي ما عملت الصدرين الاولانيين هعمل دول كمان، جينا من طرف من عند الجناح كده ودخلت بوز السكينة، وفضلت بقى ايه انزل لما خلصت وجيت في النص اجي من الطرف التاني واعمل نفس الموضوع، افضل انزل بالسكينة وبعد كده ابدأ بقى بطرف السكين لغاية منزل
للآخر. خلاص هبدأ بقى هنا عند العظمة اهو، هبدأ بقى ان انا احاول اسلك الصدور من العظمة خالص، والقفص طلع معايا نضيف زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ برضو احط كف ايدي كده واضغط وانزل للنهاية. طبعا احيانا بتبقي واقفه عند الفرارجي وتقولوا له نضف لي الفراخ وقطعها لي واعملها لي بانيه. افرضي مثلا مش فاضي، هتقعدي بدل الساعه 2 قال لك روحي وتعالي كمان ساعتين خدي الفراخ، ممكن يركن الفراخ جنبه. طبعا يعني ما تبقى مركونه كده من غير ما تتشطف، من غير ما تتنقع، بتبقى ليها ريحه مش كويسه. طب ليه؟ خدي الفراخ في بيتك واعملها انت بكل سهوله. اخد الصدر برضو الاخير اهو، اضغط برضو بكف ايدي وانزل من الاول لغاية الاخر. خلاص في قطع زي ما بقولك بقى، هفصل بقى القطع اللي هعملها بانيه هخليها في طبق لوحدها، والقطع اللي هي صغيرة او رقيقة قوي هخليها لوحدها، هي والقطع بتاعت الموزة اللي هي بتبقى في الصدر كده من تحت. خلاص كده كده خلصت الصدور، ما خدتش اي وقت معايا ولا اي مجهود ولا اي حاجة خالص. وبتقطعي زي ما انت عايزة، عايزاها تخينة عايزاها رفيعة زي ما انت حابة خالص. طبعا دول انا مش هرميهم، برضو هستفيد منهم في حاجات تانية، هسلقهم مع الجناحة والكلام ده. شايفين الصدور دي بقى كده مظبوطة، ولا تخينة ولا رفيعة، وعملت معايا كمية كويسة. ودي برضو قطعة اهي كبيرة برضو بس رقيقة، انا ممكن برضو ان انا اعملها بانيه، بس انا محتاجاها اعملها في حاجات تانية. وده كان الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين كده ازاي اخلي الصدور. لو عجبتك الطريقة ما تنسينيش في اللايك، اهم حاجة اللايك. ولو عايزة مني طريقة اي عمل اي حاجة اكتبي لي في الكومنت تحت وانا اعملها لك على طول. مع السلامة.